إخواني، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في درس جديد، واليوم سنستعمل استراتيجية أسميها الاستراتيجية المدمرة لسوق الفوركس. الاستراتيجية المدمرة لسوق الفوركس، ما هي هذه الاستراتيجية؟ دائما أولا وجدت على فريم 15 دقيقة أنه لدي يعني نطاق هنا في هذه المنطقة، لاحظ لدي نطاق في هذه المنطقة، وهذه صفقة سنأخذها مباشرة مع أعضاء المجموعة الخاصة حتى تروا الفكرة. يعني لدي نطاق، وذلك البيج بوي دخل من هذه المنطقة، هنا موجود ذلك البيج بوي ينتظر، وبدأ يعني يدخل بقوة، دخل بقوة في هذه الصفقة، دخل بقوة في هذه الصفقة، بالتالي هرب عليه السعر، هرب عليه السعر، هرب عليه السعر، فتوقف عن الشراء. وفجأة ظهر نطاق آخر هنا، هذا النطاق يعني صغير بمقارنة مع هذا النطاق، ومرة أخرى صعد السعر بقوة. أنا عندما رأيت هذه الحركة بالمقارنة مع هذه الحركة قلت أوكي، زخم هذه الحركة أكبر من زخم هذه الموجة وهذه الحركة، بالتالي قلت جيد، أرني بائعين، لأن هذا البيج بوي الموجود هنا توقف عن الشراء في هذه المنطقة، توقف عن الشراء في هذا الرانج، توقف. فقلت له أعطني يعني إشارة تقول لي بأنك تريد الشراء مرة ثانية، أنك استفقت لأنه نائم الآن، أصبح توقف عن الشراء هنا عندما أعطانا هذه المرحلة الانتقالية ونزل السعر. طيب، أنا أبحث عن المنطقة التي تقول لي أنه ظهر بائعون، يعني هو سيبحث عن بائع، يعني إذا أراد هو أن يشتري يجب أن يكون هناك بائعين كثر لكي يشتري منهم، لأنه سيشتري كميات كبيرة، سيشتري كميات كبيرة، بالتالي سينتظر إلى أن يظهر بائعون. أوكي، إذا الإخوة الذين اشتروا في هذه المنطقة وفي هذه المنطقة، هل هذه الحركة يعني ستجعلهم بائعين؟ لا أظن ذلك. هل هذه الحركة ستجعلهم بائعين؟ لا أظن ذلك. دائما لديهم أمل، هل هذه الحركة ستجعلهم بائعين؟ لا، أكيد لا. ثم بعد ذلك هذه الحركة، هذا بالنسبة لهم سيكون أملا، هم آملين أن يعني سيكون لديهم أمل أن هذه الصفقة قد ربما تنجح، ربما قد تنجح. أوكي، ثم بعد ذلك بوم، لاحظوا هنا هذه القوة، هنا سيظهر الخوف، وهنا تم ضرب وقف الخسارة، لأن وقف الخسارة الآن أصبح هنا، خصوصا لمن اشترى مثلا هذه المنطقة، على أن هذه منطقة دعم، يعني هذه المنطقة أي منطقة ضرب وقف الخسارة. ثم بعد ذلك ما الذي وقع؟ بوم، هناك الكل سيبدأ بالبحث عن البيع في هذه المنطقة، الكل سيبدأ بالبحث عن البيع، لأن خلاص أصبح الاتجاه هابطا، قمة قاع أعلى من قاع وقمة أعلى من قمة، هنا نحن في هذه المنطقة سوف نريد أن نشتري، سوف نشتري، بالتالي يعني هذه أفضل منطقة بالنسبة لي أنا للشراء لأخذ هذه الموجة الأعلى. لذلك سأقوم بالدخول في الصفقة الآن، شراء هكذا، وقف الخسارة والهدف دون أي مشكل، دون أي شيء، فقط باستعمال يعني المنطق. وكذلك لاحظوا هذا الرانج الموجود الآن في هذه المنطقة، وكسر بقوة، هذا يعني أن هناك مشترين في هذه المنطقة، هناك مشترين أقوياء ظهروا من هذه المنطقة وسوف يصعدون السعر. أوكي، إذن أين هو هدفي؟ الهدف سيكون يعني إني بيج بوي ظهر من هذه المنطقة، إذا الهدف سيكون ناتي المنطقة 127 فيبوناتشي اكستنشن هكذا، الهدف سيكون هنا أصدقائي كما تلاحظون، وهذه الصفقة سيتم إنزالها في القناة كذلك، في القناة الخاصة. وكذلك إخواني، هناك بعض الإخوة الذين يعني يطلبون مني الكورس، شرح للكورس، وهم مهتمين بالدورة التدريبية، دورة البرايس أكشن ودورة التحليل الموجي. فهذه الدورة هي موضوعة في مجموعة سرية بالفيسبوك، وهذه المجموعة يعني بها مجموعة من الدروس، أنا سأريكم هذه المجموعة وكيف يكون الأمر. هي الدورة هي عبارة عن حصص مسجلة، الدورة هي عبارة عن حصص مسجلة، وسنذهب إلى المجموعة الآن.
وستلاحظون أن هناك مجموعة من الدروس هنا بالعناوين، تلاحظون في جدار هذه المجموعة يعني الدرس الأول المنطق في التداول، الدرس الثاني كيف ترقم الموجة الدافعة، كيف ترقم يعني التصحيح، كيف ترسم خط تريند، بنية السوق، مستنى البائعون، يعني مجموعة من الأمور التي تساعدك استراتيجية التداول، نماذج معينة، كيف تتداول مع صناع السوق، يعني مجموعة من الدروس أصدقائي، مجموعة من الدروس الموجودة في القناة أو في هذه المجموعة، و يعني دروس جيدة جدا قيمة، هذه هي دورة البرايس أكشن، بها كل ما تحتاج لتصبح متداولا محترفا، أو على الأقل لتبدأ التداول. وبالتالي من أراد الاشتراك فيها مع ليلى الإتصابي، يعني سأضع لكم رابطي على التليجرام، اتصلوا بي عبر التليجرام أصدقائي، لمن أراد الحصول على هذه الدورة المسجلة. وكل مرة سجلنا حصصا سنضعها في هذه المجموعة، يعني الحصص تتزايد كل مرة كان هناك جديد سنضعها على المجموعة، يعني سيكون هناك حصص إن شاء الله دائما تضاف إلى المجموعة، لأن هدفنا هو أن يعني أن تكونوا يعني أفضل وأفضل وأفضل في التداول، هذا هو هدفنا، ليس لدينا هدف آخر. أوكي طيب، هذه الصفقة يعني لنرى ماذا ستصبح، وأعود إليكم. إذا أصدقائي، كما تلاحظون صفقة اليورو نيوزيلاند تحقق تقريبا 50 نقطة، 50 نقطة الآن، تقريبا 52 نقطة. سأخرج من الصفقة الآن. أتوقع هناك تناقص في الزخم، لاحظوا هذه الموجة، مع هذه الموجة هناك تناقص في الزخم، وهناك احتمال كبير أن نرجع اليورو نيوزيلاند قبل الصعود، لذلك سأطلب من الإخوة المشتركين في قناة أن يخرجوا من الصفقة الآن بربح 52 نقطة حالا كما ترون مباشرة. أصدقائي أتقاسم معكم الأمور مباشرة، من أراد أن يشترك في القناة ما عليه إلا يتصل بي على التليجرام ويشترك في القناة. كذلك سأخرج من حسابي، الصفقة تحقق تقريبا 85 دولار. لاحظوا هذه هي الصفقة، هنا هذه هي الصفقة تحقق 85 دولار، إذا سأخرج من الصفقة هنا كذلك. كما تلاحظون أصدقائي كانت صفقة جميلة، أخذ منها تقريبا 52 نقطة، وكذلك على قناة توصيات فوركس كذلك الحمد لله، يعني خرجنا بربح جيد. يعني هذا الأسبوع قمنا بـ3 صفقات، صفقة ربحنا منها 75 نقطة، وصفقة خسرنا منها 16 نقطة، والصفقة الأخيرة ربحنا فيها 52 نقطة. هذه هي صفقاتنا لهذا الأسبوع، يعني من أراد الاشتراك معنا ما عليه إلا الاتصال بي عبر التليجرام، عبر التليجرام سأعطيكم اسم على التليجرام، هذا هو الاسم، تكتبون أروباس ويسام برو تريدر هكذا، وتتصل بي مباشرة ونتحدث معا إن أردت الاشتراك سواء في كورس الفوركس أو في توصيات الفوركس. أوكي أتمنى أنكم استفدتم من هذه الاستراتيجية، أراكم في استراتيجية جديدة وفي درس جديد وفي صفقة مباشرة من قناة العميل عبد الكريم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.